مدينة القماش. صباح الخير، تعالوا معنا في مدينة القماش لنتعلم معنا اسم جديد. اليوم تجمع الأصدقاء للتعرف على معنى اسم جديد. ذهبوا إلى محطة القطارات ليأخذوا قطار المعاني. لما لا نلحق بهم ونتعلم معهم؟ واو، ألف، همزة، لام. وائل. مصنع المعاني. وائل يعني لاجئ، عائد، مبادر إلى النجاة. اسم جديد ومعنى جديد في مدينة القماش.